السلام عليكم خويا. حنا كنعرفوا هاد السيدة عواطف لعمرها دار، إنسانة محاربة مع الوقت ومع الزمان، يعني كتخلط في واحد الدومين اللي هو ديال الرجال، ولكن الحمد لله هي بألف مرا ومرا حرة الله يعمر لها الدار ودريويشة ومعاملة خويا، ومشينا منها حتى شي عيب. أنا ديما كنجيب لها السلعة وكنحط لها السلعة، كتجيب كاليتي مزيانة، سلعة مزيانة. السلام عليكم، معكم خديجه قلت مديره مركز نطران للتربيه والتكوين التعليمي المجتمعي. انا اليوم جيت كنزور وكنتقدى عند خريجه في المركز ديالنا الاخت عواطف، اللي هي مراه مناضله مكافحه. من نهار دخلت عندنا المركز وحنا كنمسوا في هذيك المراه الشجاعه اللي كتحمل العبء ديال المسؤوليه، وكنا فرحانين انها بدات هذا البروجي ديالها، لان ماشي بالسهل انك تمشي للسوق وتدخل الغمار تاع انك تقضى خضره وتجي تبيعها. والحمد لله هي بينات على الكفاءه ديالها وعلى الجوده ديال الاتقان العمل ديالها، وخير دليل انني انا دابا وليت كليانه ديالها كنجي نتقدى عندها، وكسبت الحب ديال الساكنه ديال هنا ديال هذه المنطقه، وكنتمنوا لها المزيد من العطاء والتالق الدائم ان شاء الله. والدوله بعد غدا تلقاها دارت بروجي ديالها خاص بها وتحديات. الصلاه والسلام، انا ام خديجه قاطنه بمدينه الرباط. هاد المهنه ديالي كخضاره بعد واحد التجربه في جميع المجالات عديت ليها. انا عندي الباك بلس دبلوم خياطه ودبلوم مربيه، دبلوم اجون تكنيك دو فونت ما كملتوش، المهم درت فيه واحد العام الحمد لله. عندي واحد بنيته صغيره كانت الحمد لله الحمد لله شويه مريضه لي، هذا هو اللي جعلني نخدم هاد الخدمه حره براسي، حيت جربت نخدم مع الناس مثلا الطبخ، خدمت مع الناس الله يعمرها سلعه في مجال الطبخ، كنت عندي دبلوم ديجا دبلومي. وخدمت مع الناس كمربيه الله يجازيهم بخير، انا منهم الحمد لله. قدرت ندير هذا المشاريع، ومن ديك الخدمه ديال الحلال اللي قدرت ندير هذا المشاريع ونقولوا نستقل بذاتي، ومن طول نركز على بنتي حدايا وصافي. هادشي اللي كاين، والخدمه هاد الخضره الحمد لله فيها. عواطف شحال انتي من مده في هذا الميدان هذا ديال تبارك الله؟ راني طالعه 5 شهور. تبارك الله، 5 شهور تبارك الله. يعني عندك خبره كافيه انك باش اللهم لك الحمد. انا قبل مشيتي في هذا الميدان الحمد لله، انا قبل ما ندخل هذا المجال مشيت عند الخضاره سولتهم على السلبيات الايجابيات، كي ندير نبدا من نجيب الصنادق هي فيها الايجابيات ديالها والسلبيات، والحمد لله ما لقيتش شي صعوبات بالنسبه للمارشي. كنمشي نتقدم بحالي بحال الرجال، ما لقيتش لا الحمد لله لا معكسات لا داك الشيء، بالعكس. يعني ما كتواجهي حتى شي صعوبات انك كتمشي، يعني ما كنشوفو مراه كتهبط للمارشي؟ لا الحمد لله الحمد لله. يعني يعني ما كتكونش هناك شي الفاظ خارجه يعني نابيه؟ لا 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 بالعكس الحمد لله. انا كنهضر على راسي والله ما لقيت، انا كنقولها ومن هذا المنظور، والناس اللي كنتقدم عندهم هما كيشوفوني ما كنلقاش المعارف، بالعكس كيساعدوني. هما كاينين السلبيات في حاجه وحده، ملي كديري تاخدي الصندوق الخضره كتلقاي شويه ضايع، شويه فيه الكسور في هذا، مي دايرين واحد القانون زوين انا كنهضر على سلا، دايرين كترجعي لهم التيكيت. بالنسبه للخضره كتحداي من ماشي من المارشي ديال الرباط كتهبطي حتى سلا؟ المارشي ديال الرباط كنمشي نجيب بعض المرات ديسير، زعما في اغلب الاحيان كنمشي لسلا. وبالنسبه للمطالب ديالك الناس اللي باغا تعاون معاك اش غنقول لكم؟ انا ام ما كتشوفوا فيها، انتم ما كتشوفوا الخدمه ديالي دابا، يعني كنعرفوا انه المراه ملي كتولي شي ميدان تكون ديال الرجال تكون فيه شويه الصعوبات، وكيكون فيه بزاف ديال هي كاينه الصعوبات، ما زعما ما نكروش، ولكن الحمد لله زعما الا مشينا بالحمد لله وبالتفاؤل ربي راه ييسرنا كل شيء. انا تختاريت وكنشكركم اللي جيتوا عندي، تختاريت كمراه مناضله كهذا كنموذج، ميم طون بغيت نوصل صوتي الله يجازيكم بخير. انا عندي واحد لاشين يوتيوب، لا بغيت زعما هكا تساعدوا معايا، انا كاريه باب الحانوت دابا الا طلعت لي لاشين. هاد النقطه بغيت نسولك على بشحال كاريه البلاصه اللي كتحطي فيها دابا الخضره؟ 30000 ريال. كنتمنى زعما انت انا نكري محل، نقد على محل ونكري، يعني باش الساده المشاهدين يعرفوا انك ماشي هذا المحل ديالك، يعني لا غير شاده واحد المكان وحاطه فيه ديك. لا غير كاري المحل، وكاين هنا في كنهضر على الكسور الواقعيه، ملي كتدخلي السلعه تخرجي السلعه في الصباح قاصحه عليا
وملي كتدخلي عاوتاني في العشيه قاصحه عليك الصنادق كيكون فيه حتى 35 كيلو 31 بالنسبه للبطاطا بالنسبه للبصله 25 كيلو راه يمكن لك تهزي وما عنديش جهد باش ندير خدام باش ديري في الدم يدخل لك وهذا داك اللي صورتي غتعطيه للخدام يعني ما عندكش امكانيه انك تجيبي شخص يساعدك لا مازال المهم حنا يعني كما شفنا يعني كتهبطي راسك و هادشي اللي كاين الخدمه ديال الرجال هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين وهادشي كله باش بنيتي تبرى لي حتى انا بنيتي تشوفها بخير قلت لنا الابنه ديالك باش مصابه اي مرض توحد لا الحمد لله زعما انا كنتقاتل معاه الحمد لله وكنواكب هذه ماشي اشكال عندي في حياتي الاشكال هو خصني نخدم ونعرف نعيش ونعيش الاسره ديالي ما عنديش اشكال فيها بالنسبه للسكن يعني كاريه ولا كاريه لا سكن كاريه الحمد كاريه سميتو الحمد لله الحمد لله زعما الحمد لله وشكره انا كنطلب منهم يحسبوني اختهم الام ديالهم المشاهدات اللي زابوني نقدروا نعيشوا ونتواكبوا ان شاء الله ممكن تذكرين الاسم ديال القناه ديالك باش يعني الساده المشاهدين بائعة الخضر والفواكه يوميات بائعة الخضر والفواكه ونقطة أخرى بغينا نسولك عليها يعني الكلمة الأخيرة اللي تبغي تقولي للناس يعني حيت المحسنين كيشاهدونا الآن يعني شنو تبغي تقولي لهم باش يقدروا يعني يعاونوك يمدوا لك يد المساعدة هما الحمد لله تبعوا الروبورتاج من الأول وشايفين كل شيء واقعي ماشي مفبرك أو شي حاجة هما راه تبارك الله شنقول لك راهم ما كيمشيو لهذ زعما لهذ النماذج ديال هاد المشاهدات ولا البرامج وهادشي إلا راه عارفين شنو كنعاني وشنو كنشكرهم بزاف من هاد المنبر وكنقول لهم بانكم انتم الساعه واش بغيتي تقولي للمرأة العيالات النساء بحالك اللي دخلوا لهاد الميدان انا كنقول لاي مرأة بغات تخدم الخدمه ماشي عيب وراه من والو ديري مشروع ديالك ومن والو تشدي الاسره ديالك تعاوني الاسره ديالك ومن والو تزيدي القدام